كبيرة للوطن ولأبناء الوطن من برنامج نبني للوطن. مشاهدينا، قضيتين من أهم القضايا اللي بيتم العمل عليهم من خلال كتير من الجهات خلال السنوات الماضية، المياه والصرف الصحي. هدول الموضوعين اللي كان ممكن يسببوا أزمات لأهالي المحافظات الجنوبية فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، عدم وجودها تحديداً، وفيما يتعلق بأيضاً السباحة بالبحر. كثير من الأماكن الساحلية كان ممنوع يسبحوا فيها الناس نتيجة تلوث مياه البحر، لكن الآن تم إيجاد حلول لهاي المشكلات وعم بتم العمل عليها لحتى تقدم حلول أفضل خلال المستقبل. خلينا نتابع هالحلقة لحتى نشوف تفاصيلها. مشاهدينا، يمكن في جهات كثيرة عم بتحاول تشتغل على موضوع المياه، من ضمن هالجهات مصلحة مياه بلديات الساحل اللي عم تشتغل على عدة مشاريع لتحسين جودة المياه من خلال معالجة مياه الصرف الصحي أو حتى التعامل بإنشاء محطات خاصة بالمياه. هذا الموضوع يمكن موضوع كتير كبير وكتير بهم أهالي القطاع، خصوصاً إذا بدنا نرجع ونحكي عن تقرير 2020 اللي كان بيهدد واللي كان بيشكل ربما أزمة للكل واللي كان موضع للقلق بشكل كتير كبير، بالإضافة لمياه بحر غزة اللي كل سنة كنا عم نشوف تقارير حول تلوث مياهه، وبالتالي كان بيحذر المواطنين من الاقتراب منه. رح نحكي كيف تغير الحال لما وصل إليه الآن مع البشمهندس منذر شبلاق، مدير مصلحة مياه بلديات الساحل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ منى. يعني أستاذ منذر، مشاريع كتير عم تشتغلوا عليها، وهالمشاريع قدرت تحسن واقع المياه بشكل كتير كبير في قطاع غزة. خلينا نحكي عن أهم هالمشاريع. يعني تقرير الأمم المتحدة ذكرتيه كان هو الجرس الأخير اللي دق، يعني لتحذير العالم أنه برغم الوضع السياسي في قطاع غزة، أهل القطاع بيستاهل أنهم يعني يعيشوا في ظروف حياتية يعني لا نقرفها هي، لك على الأقل فيها حد أدنى من الخدمات الأساسية ومنها المياه. أهم تحديات كنا نواجهها عشان إحنا ننطلق من في هذه المشاريع اللي العالم أدرك أخيرا أنه يجب أن نعمل، أنه قطاع غزة يعتبر الأكثر كثافة سكانية، مصادر محدودة جدا، لا يوجد أكثر من 55 مليون متر مكعب سنويا تحت أقدامنا في الخزان الجوفي، مقابل أن حاجة السكان فقط لاستهلاك المنزلي حوالي 110 إلى 120 مليون، غير الزراعة كمان اللي هي 100 مليون. بالتالي كان هناك حاجة لإيجاد مصادر بديلة عن الخزان الجوفي. وفي ظل هذا الوضع السياسي والحصار الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية تمنع دخول حتى لو سكينة اعتبر أنها استخدام مزدوج، كان يجب البحث عن بدائل سريعة ولكن تؤدي إلى عدم ممانعة إسرائيل. ومن هنا انطلقنا بمشاريع التحلية والانطلاق من المشروع الأكبر، إنشاء محطة تحلية مركزية، إلى حلول صغيرة الحجم ولكن تؤدي إلى الوصول لأكبر مناطق من الخدمة الممتازة، بالإضافة للشق الآخر من الأزمة في قطاع غزة والأزمة البيئية، عدم وجود محطة معالجة وانطلاق مياه الصرف الصحي بين الشوارع وطفح المجاري في مواسم الأمطار وتلوث المتنفس الوحيد لقطاع غزة وهو البحر. من هنا بدأنا نعمل مع صوت مياه فلسطينية كالجهاز الحكومي الأكثر يعني مسؤولية عن قطاع المياه والذي تواصل مع العالم لحشد الأموال اللازمة لتحسين هذا الواقع. انطلقنا من إنشاء ثلاث محطات تحلية، نجحنا الحمد لله رب العالمين. صح هناك تأخير بفعل إصرار الإسرائيلي على يعني كسر يعني همتنا بتأخير مشاريعنا وربما تراجع بعد المؤسسات المانحة. تم إنشاء ثلاث محطات تحلية، ربما يعني المشاهد رأى عبر السنوات الماضية احتفالات بافتتاح هذه المشاريع. اليوم وصلنا إلى إنشاء ثلاث محطات تحلية تمكننا من الوصول لسكان قطاع غزة بحوالي 37 ألف متر مكعب يوميا من مياه ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى أيضا زيادة كميات المياه الآتية من جانب الإسرائيلي التي يدفعها السلطة الوطنية بتقريبا حوالي 18 مليون متر مكعب سنويا مقابل 15 مليون محطة تحلية. استطعنا أن نصل إلى تقريبا مع بعض الآبار ذات الجودة المعقولة ومحطة تحلية على الخزان الجوفي، استطعنا أن نصل إلى حوالي 40% من سكان قطاع غزة بمياه ذات جودة عالية بمواصفات منظمة الصحة العالمية على حنفية كل مواطن في مناطق زي قطاع غزة، من غزة الشمال الوسطى دير البلح الزويدة ومدينة رفح وخانون صغار. هذا الجهد
ما كانش يعني وليد الصدفة، لكن هناك كانت رؤية، كان جهد مشترك، فريق عمل يعني عالي جدا من صوت المياه ومصلحة المياه والبلديات. هذا الإنجاز أيضا قابله إنجاز بحل المشكلة الصحية والبيئية والإنسانية التي كانت تواجهنا جميعا في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، بعدم وجود محطات لتجميع مياه الصرف الصحي واعتماد معظم السكان على الحفر الامتصاصية اللي كانت أساسا هي السبب في ارتفاع نسبة النترات في مياهنا. وأعطي ربما بعض الأرقام، منظمة الصحة العالمية بتحكي أنه نسبة النترات في مياهنا مش لازم تزيد عن 50 ميلي جرام في اللتر. في كتير من أبارنا كانت وصلت المياه النترات في المياه حوالي 250 ميلي جرام في اللتر. من هنا أتى الحاجة إلى أنه اليوم ظهرت المواليد يولدوا يعني زرق أو مخنوقين أو حتى بعض الأمراض السرطانية، أن يكون المياه هو السبب المباشر فيها هي أحد أهم الأسباب. من هنا أتى الجهد الموازي لجهد المياه بإنشاء ثلاث محطات تحلية. اليوم لدينا محطة تحلية الشمال بتمويل من البنك الدولي وبعض المؤسسات المانحة الأخرى، تستطيع أن تعالج حوالي 43 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي، وضع حد لأزمة الصرف الصحي في الشمال وخاصة أحواض بيت لاهيا. أيضا أزمة وادي غزة، الكل يعلم أن وادي غزة تاريخيا كان يعتبر محمية طبيعية. صحيح. بفعل جفافه ومنع الإسرائيلي من وصول المياه الموسمية، مياه الأمطار عبر الوادي، أصبح مكب للنفايات السائلة والصلبة. فتم يعني بتمويل كريم من الحكومة الألمانية إنجاز محطة تحلية اللي تعتبر الأكبر في فلسطين، تعالج 60 ألف متر مكعب كمرحلة أولى، ستليها مراحل أخرى. لكن هذول 60 ألف متر مكعب مكنونا من أن نستطيع أن نأتي بحوالي 50% من مياه الصرف الصحي من مدينة غزة وكل مياه الصرف الصحي من المنطقة الوسطى لمعالجة مياه الصرف الصحي بجودة عالية جدا. واليوم أصبح هناك تقريبا في جدول من المياه لما يكون نهر يأتي من شرق البريج باتجاه وادي غزة، ويعني ربما هذا الآن أعطى الأمل أنه ساحل قطاع غزة يعني مدينة غزة بالتحديد أصبح آمن للسباحة، وربما أعلن هذا الموضوع قبل تقريبا سنتين. لكن الهدف من معالج مياه الصرف الصحي ليس فقط لرفع الأذى البيئي والصحي عن سكان مدينة غزة والوسطى، لكن أيضا لإحياء وادي غزة. هناك مشروع اليوم يقوده اليو أن دي بي لإعادة تأهيل وادي غزة وتحويله محمية طبيعية. أحد أهم ركائز هذا المشروع أن نستمر في معالجة المياه في منطقة شرق البريج. أيضا هناك محطة المعالجة الثالثة التي تعالج تقريبا حوالي 30 ألف متر مكعب 26 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي في منطقة خان يونس، وسيليها أيضا خدمة المنطقة شرق خان يونس لوضع حد لأزمة الحفر الامتصاصية في منطقة شرق المحافظة. هذه المشاريع يعني المياه والصرف الصحي باعتقادي يعني مكنتنا من عبور يعني تحذير الأمم المتحدة لعام 2020 كخطوة أولى. كخطوة أولى باشمهندس، يعني لكن ما الخطوات اللاحقة؟ ما المشاريع اللي ربما يعني رح تشتغلوا عليها خلال الفترات المقبلة واللي رح تقدم حلول استراتيجية لأزمة المياه؟ يعني زي ما ذكرت يعني شق الصرف الصحي الحمد لله رب العالمين أنا بعتقد أنه احنا وضعنا له يعني حد، واليوم نحن قادرين أن يعني يتم توسعة شبكات الصرف الصحي لنشمل كل المناطق. اليوم احنا وصلنا ل 80% من سكان قطاع غزة، ومقارنة يعني أنا أسف أنه مقارنة بما يحدث في الضفة الغربية ومنع الاحتلال السلطات المحلية وسلطة المياه من حل إشكالية الصرف الصحي لا يزيد عن 30-40% من سكان الضفة الغربية لديهم شبكات صرف صحي، في حين في قطاع غزة المحاصر وصلنا لأكثر من 80%، وسنستكمل هذا الجهد لنصل إلى تقريبا 90% خلال السنتين للثلاث سنوات القادمة. يعني نحن حتى العام 2025-26 متوقع أن نصل إلى سكان قطاع غزة بالكامل إلى مياه ذات جودة عالية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نحافظ على هذا الإنجاز؟ صحيح. وكيف يستمر هذا الإنجاز؟ ترشيد الاستهلاك، لأنه ما نستهلك اليوم باستنزاف لن يترك للأجيال القادمة. رسالتي يجب على المواطن أن يقوم بالحفاظ على هذا المنجز. إذن يعني هي رسالة مباشرة للمواطن، يعني الجهات المسؤولة عم بتحاول تقدم حلول للمواطن فيما يتعلق بقضية المياه، لكن أيضا المواطن يجب أن يكون لديه مسؤولية ويتعامل مع هذه المسؤولية بشكل واضح. ترشيد الاستهلاك هي رسالة يعني يمكن يعني لازم توصل ولازم يتم العمل على أنه توصل للمواطن. يعني باشمهندس أخيرا، عم نشتغل على يعني قضايا استراتيجية ونعرف أنه أزمة المياه هي أزمة يمكن مش بس بقطاع غزة، بكل العالم وخصوصا ارتباطها بالبيئة. الآن فينا نقول أنه قطاع غزة خلال
سنوات قليلة رح يكون وضعه آمن بشكل كتير كبير فيما يتعلق بقضية المياه؟ يعني إحنا اليوم في هناك مظاهر يعني تدلل أن إحنا في طريق سليم وفي طريق صحيح. يعني أهم يعني معيار لكي نرى أنه إحنا بيئياً على الأقل في اتجاه صحيح بحر غزة، يعني هو المعيار اليوم. صحيح. وين في تلوث البحر مش سليم، الناس بتروحش على البحر. اليوم بحر غزة آمن، المياه تصل للناس، يعني برغم أزمة الكهرباء تصل إلى الناس يعني بانتظام في مواقع يعني كانت تعتبر يعني خطيرة جدا المياه المالحة فيها. مهم عفوا موضوع أزمة الكهرباء. نعم. يعني أنتوا حتى تجاوزتوا أزمة الكهرباء من خلال حلول خلاقة. نعم، يعني إحنا كنا ندرك من البداية إنه إنشاء هذه المشاريع لن تنتظر حل مشكلة الكهرباء. أنا يعني وجهة نظري إلها أكثر من عامل سياسي ربما اقتصادي وخلافه، لكن هناك أزمة كهرباء حتى لو بدأ الحل فيها اليوم يعني لن تكتمل قبل 5 سنوات قادمة أو 3 سنوات قادمة. صحيح. لكن المياه لا تنتظر، والتقرير المتحدة كان ماثل أمامنا، وبالتالي إحنا كنا نعمل بحيث لو تمكننا من عزل يعني تأثير الكهرباء، وبالتالي هناك محطة معالج شرق البليج كفاءة كهربية كاملة، بل إحنا بنضخ زيادة كهرباء في الشبكة العامة للكهرباء، إنشاء كمان وحدات إنتاج طاقة شمسية. لا شك إنه هذه الحلول لن تمكننا من تغطية احتياج الكهرباء بالكامل، لكن على الأقل نقوم بتشغيل هذه المرافق بالحد الأدنى المعقول للوصول للمواطن بخدمات لائقة. الجميل يمكن من خلال اللي أنا فهمته أنه يعني يتم مع التعامل مع القضايا بشكل استراتيجي، بشكل يعني هناك تخطيط جيد وهناك تنفيذ جيد، هناك يعني تشعب في طريقة التفكير والتنفيذ أكيد بشكل مباشر. بدي أشكرك جزيلا مهندس منذر شبلاق، مدير مصلحة مياه بلدية الساحل، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام حكينا عن مشاريع متعددة، وهلأ إجا الوقت لننزل على الميدان لحتى نشوف هاي المشاريع على أرض الواقع. مشاهدينا، من أهم المشاريع اللي بتشتغل عليها مصلحة مياه بلديات الساحل هو هاي المحطة، وهي محطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بتغطي مساحات واسعة وبتغطي وبتعالج مياه صرف صحي تتعلق بمناطق كثيرة من قطاع غزة ضمن واحدة من عدة مراحل رح يتم تطويرها خلال الفترات المقبلة. رح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي المهندس محمد القشاوي، مدير محطة غزة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم في محطة غزة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي. محطة المعالجة هاي بتخدم 11 بلدية، وهي مناطق أو بلديات المحافظات الوسطى بالكامل، 10 بلديات بالإضافة لجزء من مياه الصرف الصحي من مدينة غزة. بدأ تشغيل هذا المحطة في شهر 12 2020، واستلمتها مصلحة مياه بلدية الساحل وهي المسؤولة عن تشغيل هاي المحطة. طبعا في تفاصيل كتير رح نحكي فيها عن عمل هذه المحطة، بس لكن خلينا نبدأ step by step. مبدئيا المساحة المقامة عليها هاي المحطة، شو المباني الموجودة وتفاصيلها؟ تمام، مساحة المحطة تقريبا 300 دلم. المرافق اللي موجودة فيها هي طبعا نظام المعالجة في هذه المحطة هي من أحدث الأنظمة المعالجة، اسم النظام معالجة الحمأة النشطة. طبعا المرافق الموجودة أو الستيجز تحت المعالجة بتبدأ في الفيزيكال تريتمنت، المعالجة الفيزيائية، ثم المعالجة البيولوجية، وهي عبارة عن مراحل بتقوم فيها دخول المياه الصرف الصحي ثم الخروج بالنهاية بمياه معالجة إلى وادي غزة. هلأ المياه اللي بتخرج من هاي المحطة، هل هي مياه مثلاً شو جودتها؟ بمعنى هل هي صالحة للاستخدام مرة تانية، ولا مجرد إنه هي بتخرج مياه نظيفة بتأثر تأثير إيجابي على البيئة، بمعنى إنه ما بتترك مخلفات؟ في المرحلة هذه احنا خلينا بس نحكي عن المراحل. المرحلة اللي احنا فيها الآن 60,000 كوب في اليوم. هذه المرحلة الأولى من المرحلة الأولى، في كمان المرحلة الثانية والثالثة من المرحلة الأولى لتصل 120,000 كوب في اليوم.
المرحلة النهائية 180 ألف كوب في اليوم. في المرحلة هذه بنعالج 60 ألف كوب في اليوم. جودة المياه اللي طالعة على وادي غزة ممتازة جدا، أقل من المطلوب وأقل من الحدود المسموح بها. الهدف في هذه المرحلة هي إحياء محمية وادي غزة، إحياء وادي غزة والحد من تلوث مياه البحر. الآن تقريبا 60 ألف كوب مياه صرف صحي نقوم بمعالجتها وضخها إلى وادي غزة لإحيائه ونظافة يعني تنظيف مياه البحر، عدم يعني ضخ مياه غير معالجة إلى البحر، فلها أثر إيجابي على البيئة وعلى سكان قطاع غزة. صحيح، وخليني هون أوضح للمشاهدين أنه في كل بداية فصل صيف كنا دائما بنشوف الخريطة، خريطة المناطق اللي يسمح السباحة فيها على شاطئ بحر غزة والمناطق الملوثة بشكل كامل نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي. هاي المحطة سبب في أنه يتم ضخ مياه نظيفة في البحر بدل مياه الصرف الصحي، وبالتالي تقليل من تلوث مياه البحر والتقليل من الأماكن الخطيرة للسباحة بشكل عام على شواطئ غزة. وهي يعني يمكن تطور كتير كبير وحققته ضمن فترة قياسية بتخيل يعني. صحيح صحيح، الحمد لله يعني خلال فترة يعني قصيرة قدرنا إنه نحل هذه المشكلة، وطبعا بنساهم وبتساعد مصلحة مياه بلدية الساحل مع جهات أخرى زي UNDP ومؤسسات أخرى بتنظيف وادي غزة، المساعدة في إحياء وادي غزة وعمله محمية طبيعية. باشمهندس، يعني حكيت لنا إنه هاي ضمن عدد من المراحل اللي رح يتم بعد هيك فيها تطوير هذا المشروع. شو البروجكت النهائي؟ البروجكت النهائي إنه هدول 300 دولم تقريبا حيكونوا مغطيين بالكامل مباني. الآن إحنا بنعالج 60 ألف كوب في اليوم، رح نوصل 180 ألف كوب في اليوم. بناخد كل مياه الصرف الصحي لمدينة غزة بالإضافة لمنطقة محافظات الوسطى. توفير الكهرباء، لأنه بتعرف غزة بتعاني من أزمة الكهرباء، وبالتالي أي مشروع يتعلق ب أو له علاقة بديمومة يحتاج إلى استخدام الكهرباء بشكل كتير ولساعات طويلة، عم بتحاولوا أنه أنتوا توفروا طاقة بديلة، كيف؟ صحيح، المحطة في المرحلة هذه عندها اكتفاء ذاتي من موضوع الطاقة. عندنا تقريباً 50 دولم طاقة شمسية، الإنتاج شحن 3 ميجا ونص في اليوم، بغطوا احتياج المحطة في النهار. وعندنا يعني بدنا نحكي موضوع مهم كتير، لأنه هذه المحطة الوحيدة في قطاع غزة اللي عندها مصدر كهرباء من خلال أو عن طريق الغاز الحيوي الناتج عن عملية المعالجة. عملية المعالجة عندنا عشان يعني نوضح أكثر، عندنا 3 خطوط في المحطة، خط لمعالجة المياه وخط لمعالجة الحمأة وخط لمعالجة الغاز. في مرحلة معالجة الحمأة ينتج غاز الميثان، يتم معالجته ومن ثم استخدامه لتوليد الطاقة. عندنا في المحطة 3 مولدات تعمل على الغاز الحيوي، كل مولد تقريبا ميجا وربع. عندنا 3 مولدات، صباحا زي ما حكينا الطاقة الشمسية بتغطي احتياج المحطة بالكامل، وفترة المساء يعني قبل المغرب المولدات الغاز بتشتغل لتاني يوم صباحا لعند ما تبدأ الطاقة الشمسية. فالحمد لله احنا في هذه المرحلة اكتفاء ذاتي من ناحية الطاقة، ويعني مصدر دائم ومتجدد. هلا احنا يمكن عم بنشوف مساحات واسعة من ألواح الطاقة الشمسية. الترتيب يعني لما وضع المخطط تبع هذا المشروع، يعني استفدتوا من خبرات مين؟ من وين جبتوا هاي الأفكار لحتى تحافظوا على جودة المياه، وبنفس الوقت تكونوا عم تشتغلوا بأعلى مستويات تضاهي مستويات العمل في دول يمكن متحضرة أو أكثر تقدماً من فلسطين؟ هو المشروع هذا بالأساس تمويل من الـ KfW البنك الائتماني الألماني. طبعاً شارك في تصميم المشروع يعني خبرات من القطاع وعدة جهات من مصلحة المياه، وأيضاً شركات استشارية ألمانية
كانت يعني بتساعد في موضوع الإشراف والتصميم حتى يعني نطلع بهذا المشروع المميز صراحة. في عوائق بتواجهكم في خلال عملكم بهالمشروع؟ يعني العوائق اللي بنواجهها خلال بس فترات التصعيد، لأنه الموقع تاع المحطة يعني زي ما انتم شايفين قريب كتير على الحدود. تقريبا احنا يعني وين احنا واقفين تقريبا 200 متر بالضبط عن الحدود. فهي بس ايام التصعيد او وقت الحروب بيكون صعب الوصول لهان، لكن الحمد لله عندنا سيستم اللي هو التحكم عن بعد في المحطة. يعني خلال التصعيد الأخير المحطة كانت شغالة من غير ما يكون موجود أي شخص في داخل المحطة. كنا شغالين عن بعد في المحطة، مشغلين كل مرافقها، وكانت المياه بتدخل وبتتعالج تمام وبتطلع نظيفة من غير وجود أي حدا. لكن في بعض أحيانا الأمور أو الظروف الطارئة أنه محتاجة شخص يكون موجود، مثلا معدة طفت محتاجين نشغلها أو إشي محتاجة يعني تشغيل يدوي. في هذه الحالة بنكون صعب أنه نوصل في هذا الوقت سواء تصعيد أو حروب. هلأ في حال أنه في فعلا تصعيد وعم تشتغلوا بنظام التحكم عن بعد، هذا العمل ممكن يستمر لحد كم يوم؟ يعني ممكن تخدمكم هاي العملية لحد كم يوم؟ يعني احنا حسب ما جربنا خلال التصعيد الأخير تقريبا 5 أيام. خمس يعني بس أيام. ممكن أكثر، بس هي الفكرة أحيانا بيصير في انقطاع مفاجئ للكهرباء أو المولدات مثلا بتا تشغيل يدوي، فهذا محتاج إنه يكون في شخص بس لهذه الشغلة. يعني بشكل عام يعني بنقدر نتحكم في المحطة عن بعد بشكل كامل يعني قد ما بدنا وقت. طب يعني ما بدي اكون سلبيه، بس خلينا احيانا عشان نشوف الـ يعني فوائد الاشياء بدنا نشوف انه لو ما كانت شو كان رح يكون الوضع. ففي حال انه لخلل ما لسبب ما توقف عمل المحطه، الناتج الجزء في اللي بناخده من مدينه غزه بيتم تحويله لمحطه الشيخ عجلين في مدينه غزه التابعه لبلديه غزه. اما الجزء اللي بناخده من الوسطى وهي الكميه الكبيره او يعني كل مياه الصرف الصحي للوسطى بيتم ضخه للبحر. بنرجع بتقفل المحطه تلوث المياه بالضبط. بنرجع لتلوث الواد وتلوث مياه البحر، هذا في حال انه وقفت المحطه او وقف يعني عملها. بس انه يعني وفقا لكلامك خلال 3 سنوات من عمل المحطه او 2 تقريبا ما واجهتوا هاي المشكله؟ لا الحمد لله يعني ما واجهنا مشكله انه تخلينا نضخ المياه الصرف الصحي من غير معالجه على الواد. يمكن باشمهندس هاي من المشاريع اللي الناس بتشوف نتائجها ولكن ما بتعرف شيء عنها، عشان هيك كان مهم انه احنا نكون موجودين بهالمكان، مهم انه نحن نعرف منك هاي المعلومات، لانه حتى يعني حتى نحصل على شاطئ نظيف، حتى نحصل على بيئه نظيفه، نحن بحاجه ل بروسس كامله، عمليه كامله، من ضمنها هالشيء اللي عم بيصير بهذا المكان بهاي المحطه. كثير اشخاص عم بيشتغلوا لحتى يقدروا يوصلوا لنا او يوصلونا لبيئه نظيفه، ان كان على مستوى البحر او حتى على مستويات اخرى. ولهالسبب بدي عن جد اشكركم حضرتكم، جنود مجهولين بتقدموا خدمه كثير كبيره للوطن وللمواطن ومن خلف الكواليس. يمكن مش كثير ناس عم بيعرفوا انه في هالمحطه موجوده بمكان ما في قطاع غزه. بدي اشكرك جزيلا المهندس محمد القشاوي، مدير محطه غزه المركزيه لمعالجه المياه الصرف. اهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، هذا واحد من أهم المشاريع اللي بتخدم محافظات قطاع غزة، حالياً 11 محافظة والتخطيط ليخدم كل محافظات قطاع غزة، أهميته كتير كبيرة للبيئة للوطن وللمواطن، حتى نحصل على شاطئ نظيف وبيئة مياه نظيفة كان لازم يكون في هذا المشروع اللي بيشتغلوا فيه أشخاص كتير واللي بيعمل على مساحة كتير كبيرة 24 ساعة طول الأسبوع حتى يقدم أفضل جودة مياه معالجة بشكل مباشر. لهم بنكون وصلنا لختام هالحلقة من برنامج نبني للوطن، نلقاكم في حلقة مقبلة في أمان الله.